الكرة عن طريق بن حامد، ولكن تعود من جديد للمنتصر أو الشوشان، وخروج الكرة لتكون جانبية. ما زالت الكرة بحوزة لاعبي فريق أبو سليم في منصف ملعب، تعود مع فريق الخمس، طبعا فريق أبو سليم أيضا مدرب جديد وهو المدرب رضا عطية اللي نتمنى له إن شاء الله التوفيق. طبعا رجع الكرة لقاجدار على ذانا واخذ مكان، والبدا في التنسيق لهجمه ملعوبه اماميه، ولكن تعود من جديد القليب، فتح اللاعب القليب، القليب اماميه ناحيه عريبي، وعريبي وفرصه، فرصه وخروج موفق كان لحارس المرمى، خروج موفق، هذه محاوله ولكن تبعد، تبعد بشكل ممتاز، هذه محاوله للغنيمي وما فيش خطا، الحكم يقول ما فيش خطا، تعود من جديد لفريق ابو سليم، محاوله كانت طيبه من الغنيمي. مارسيلو، مارسيلو لاعب وسط ممتاز حقيقة، بنية جسمانية جيدة، مراوغ، يجيد المدافعة وأيضا مساندة خط الهجوم، يتحصل على الخطأ في اللقطة الأخيرة. فريق أبو سليم نقترب من ربع ساعة لعب حتى الآن، مشاهدين خطأ لفريق أبو سليم داخل منطقة الجزاء والمتابعة، ولكن الكرة غادرت، غادرت كرة تصدم بالشباك ولكن من الخارج لتكون ضربة مرمى. يلف يطلب المساندة، يجدها من مارسيليو، مارسيليو يفتح اللعب ناحية بوسنينة بشكل ممتاز، المراوغة من بوستة ولكن تستخلص بشكل جيد، تعود من جديد لمبالا، لمبالا مانجو يستقبل الكرة، يفتح اللعب ناحية بوشناب بشكل ممتاز، خطأ، شاهدوا الإعادة وخط الزمن الشوط الاول، ملعوبه اماميه، ملعوبه ولكن هدف ابيض، هدف ابيض، وهناك خطا او رايه كانت هناك في المتابعه، مخلوف يراوغ ويمر يدخل داخل منطقه الجزاء، يلعب كره عرضيه، المتابعه من ظانا وبعد الكره من جديد من مارسيليو، متابعه من الجدار يتحصل على كره عريبي الان، لاعب سريع يجيد المراوغه، يدخل ويدخل داخل منطقه الجزاء، يتباطا قليلا، يلعب كره عرضيه ومحاوله وتسديد وركنية، أول محاولة حقيقية ربما يعطي الجزاء. شاهدوا الإعادة، بالتأكيد شاهدوا الإعادة، هنا البطء لعريبي، هنا البطء، حاول تمرير الكرة لإبراهيم المنصر المتوغل، يسدد والمدافع يبعد كرة لتكون ركنية، تلعب الكرة عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد بضربة رأسية من علاء القجدار، ومرة أخرى من بن حامد القاضي يستقبل، يلعب كرة بشكل ممتاز، ولكن هناك متابعة لغنيمي، دخول وتسديد، وكاد الخمسة ينجح في تسجيل أول أهدافه عن طريق الخطير القصير عمر عريبي، عمر عريبي في أقل من دقيقة يتحصل على فرصتين على فريق الخمس. خطأ وسط، اعتراض وبطاقة صفراء لطارق الجمل، إذن خطأ وبطاقة صفراء لطارق الجمل، إذن بطاقة صفراء ولا داعي للاحتجاج بعد الصافرة. نصيحة لكل الرياضيين عدم الحصول على، تلعب الكرة من أبو بكر داخل منطقة الجزاء، تبعد ومن عريبي، تعود من جديد أبو سنينة أو الدالي، يبعد الكرة، عمر، عمر يجيد اللعب على الأطراف، يمرر كرة ناحية الفرجاوي عالية داخل منطقة الجزاء، والمتابعة الممتازة من حارس المرمى، والعرضية على مرتين حارس المرمى، على مرتين معاذ المنصوري، يا سلام، في مكان خطير حقيقة، خطف التمرير، محاولة الآن لفريق أبو سليم والتسديد، وفرصة أكيدة، ينجح، ينجح اللافي، ينجح اللافي، يا لافي يا لافي، في الشوط الأول قلت حتى الآن اللافي لم يختبر بالشكل الممتاز. المهاجمين في الكرات العالية مرفوعة مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، والمنصوري، برافو، 10 على 10 المنصوري، ناحية الظانة، تعود للبديل شويخ أمامية، والمحاولة، التمرير العرضي، والمرمي يسدد، وفرصة أخرى تضيع وسط تألق بالعرضية، تعود من جديد الخنجاري، والعرضية مرة أخرى لا وجود لأي خطأ، والتسديد لكن خارج الملعب، تسديد.